ويكون زين حتى من الافعال ديالو وتم الاخلاق من والقلب القلب ديالو. والله تعالى قال لك احب لاخيك كما تحب لنفسك. وانت يعني هذه رساله يعني كتحب الكساب الخير للجميع. اللي حبيتي الخير للجميع يعطيه لك الله، ما حبيتيش الخير للجميع راه ما يعطيك الله حتى حاجه. اللي حبيتي الخير للجميع يعطيه لك الله، ما حبيتيش الخير للجميع راه ما يعطيك الله حتى حاجه. هذا فضل ربي ماشي ديالي انا ولا ديال هذا الشيء. كل شيء اللي كتشوفه راه ديال الشعب، راه الله تعالى سخر هذا لهذا. تمام، اذا نمشيو نشوفوا. اذا هادو اخوتي هما السلعه ديال لانوك ديال هذا العام اللي ان شاء الله غادي يقدم السيد الحاج والاخوان الخليل، غادي يقدموهم لانوك ان شاء الله. سيد الحاج، نعم، هادو هما السلعه ديال هذا العام ان شاء الله. هي هذه هي السلعه ديال 2022. 2022 ان شاء الله غادي تقدم نهار 24. وانت سيد الحاج دابا انت ككساب كبير وعنده تجربه في السردي، دابا هنايا تبارك الله يعني هنايا من هنا كيبان لك راه غيكونوا ان شاء الله السوبيرات مزيان. ايوا نطلب الله، ماشي انا اللي غادي ندير، اللجنه اللي كتقرر. يعني اللجنه هما اللي كيقرروا. هما اللي كيقرروا. ولكن انت ككساب كبير عندك الخبره، اشنو هو السوبر اشنو خاصو يكون فيه؟ كيكونوا فيه جميع المواصفات. هو كيكون ياكل بسواد وينظر بسواد ويمشي على سواد. وكيبغي يكون عنده صدر عريض، لانهم دابا ولاو كيعبروا بالسنتيم، والكتاف عراض، والحجم يكون مقصب ويكون واقف على الطول ديالو. وكيكونوا جميع المواصفات ديال السردي اللي هي خاصها تكون فيه، ماشي غير يجي ويقول لا هذا راه وجهه ابيض ولا هذه ولا هذه. لا، السردي عنده مواصفات، ويكون حر في الكحوليه ديال الزين ديالو. الجمال حب الله تعالى في اي مساله، لا من الحيوان ولا من البشر. البشر. وانت انسان زين سيد الحاج. والحمد لله. سيباهو على وجوههم. ويكون زين حتى من الافعال ديالو. وتم الاخلاق من والقلب ديالو. والله تعالى قال لك احب لاخيك كما تحب لنفسك. وانت يعني هذه رساله يعني كتحب الكساب الخير للجميع. اللي حبيتي الخير للجميع يعطيه لك الله، ما حبيتيش الخير للجميع راه ما يعطيك الله حتى حاجه. هذا فضل ربي ماشي ديالي انا ولا ديال هذا الشيء. كل شيء اللي كتشوفه راه ديال الشعب، راه الله تعالى سخر هذا لهذا. تمام، اذا نمشيو نشوفوا. هذا الحاج راه عطانا الكلمه، وهنا غنمشيو نشوفوا الخيرات تبارك الله، نقربوا ليها باش تشوف. تبارك الله تبارك الله اخوتي، شوفوا تبارك الله الزين. ها بشويه شوفوا تبارك الله، هادو كلهم شوف الاحجام تبارك الله، والسواد اللي ذكر السيد الحاج دابا، يعني كلشي كاع المواصفات اللي ذكر السيد الحاج كاينين في هاد الخيرات. هذه كما قال لنا السيد الحاج يعني فقط واحد النسبه ديال 35% من القاطع اللي كاينه هي اللي غتمشي لانوك، لان لانوك محدده هاد النسبه. لولا ما كانت يعني محدده شي نسبه كبار كانوا غيكون يعني العدد كثير، ولكن تبارك الله يعني كلشي تبارك الله الخير. شوف بياض والزين. واحد السؤال سيد الحاج جا لي في الدهن ديالي، دابا كيقولوا المرقد الاصلي ديال بني مسكين ديال الحول السردي هو بني مسكين. اييه، اش كتقول في هاد القصه؟ واه السردي ما كاينش غير عند بني مسكين. اييه، كاين هما في الرحامنا، في الصراغنا، في تادلا، هما اللي عندهم السردي. وكل بلاد عندها السردي ديالها، وكل راه كيقول انا هو اللي عندي السردي. ياك، كل منطقه كل منطقه كتقول راه احنا هو الاصل ديال السردي. ايوا، انا ما غنقولش انا هو احسن كساب ولا انا الاشاعه اللي كيقولوا منين الاصل ديال السردي؟ الاصل ديالو الاول، الاصل ديال السردي هو جا من سردينيا. سردينيا من ايطاليا، من الدوله الايطاليه. تربى في القراقره وجابوه النصارى ورباوه تما عند واد موربيع. وحنا كان الوالد الله يرحمه مسكين كان هو اللي كيمشي يجيب الفحوله من القراقرة، كيجيبوهم من عند النصراني. هذيك الساعه هو فاش بقات هذه السلاله ديال السردينيا. اذا سردينيا نسبه الى المدينه اللي كاينه في ايطاليا. اياه، هي سردينيا. وقال لك كانت تزوج مع الغزال، واش هذه القصه كاينه ولا اشاعه؟ لا، هذه غير اشاعه. غير اشاعه. ماشي ما تكونش حقيقه. لا 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 لا، اذا كما كتسمعوا من الحكمه من عند الحاج. لا، هذه غير اشاعات يقولك تزوج مع الغزال. ما كاينش هادشي. لا، ما كاينش. اذا الاصل كما سمعتوا اخوتي ديال الاصل هو ديال السردي، هو لا من الذكر ولا من الانثى، هما
الغنم. الغنم. آه. تماما. سيد الحاج. نعم. الله يبارك في هذه السلعه سيد الحاج. الله يبارك فيك. والله يعطيكم الخير. وشكرا على هذه الفتحه ديال الابواب اللي فتحتوا لينا وجينا لقينا الناس. وحنا اي واحد جا مرحبا به. تمام. عندنا اللي بغى يجي يصور راه الباب مفتوح له. وبالنسبه للكليان اللي باغيين ياخذوا من عندك اسيد الحاج. يجي مرحبا اي انسان خاصته شي حاجه كيجيو للعقيقه. اها. كيجيو للسبوعات. اها. كيجيو للفرح. أه. كيجيو يديروا الصدقات. أه. كيديروا الحوله. أه. كل واحد دابا بغيت نسولك اسيد الحاج هادو اللي بغاو من العيد. اه اللي بغى العيد كنبيعوه ليه حتى العيد. ياك ما كاينش مشكل. لا ما عندناش مشكل. اذا الاخوان كما سمعتوا اللي بغى هذا الزين ديال لانوك لان ديال لانوك يعني كنقولوا خاطرينو ديجا العيد. ياك. اه عشاقه ديال هذا. عشاقه. هو ما عارف لا فحل لا والو. هديه لله تعالى. انا كنهدي هذه الهديه كيخدم العام كامل باش يهدي هذه الهديه لله تعالى. إيه. كيقول انا هذه هديه لله تعالى ما كنتشطرش فيها وكيختار احسن ما كاين في الدرب. وانتم سيد الحاج تبارك الله كل شيء زين. والحمد لله. كي لانو كي ديال العيد كلهم زينين تبارك الله. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله الله يجعل البركه سيد الحاج باش ما نعييوش وانتم اخوان ديالي كما شفتوا معايا هادو ان شاء الله غادي نشوفوهم نهار 24 و25 في المهرجان ديال لانوك ما نطولوش والخير تبارك الله كل خير من ضيعة الخير ديال ابن مسكين ديال الاخوه الخليل الحاج مصطفى والحاج عبد الكبير اللي ضيفونا اليوم تحياتي اليوم من هذا المنبر وتحيه للعشاق ديال الحولي السردي ابن مسكين كنتمنىكم انكم تشاركوا الفيديو مع الاخوان ديالكم بغينا هاد الفيديوهات يوصلوا للعالم ويوصلوا لكاع الناس باش يعرفوا الناس كيفاش خدامين وكيفاش يعني كيستثمروا في هذا المجال ديال السردي وديال هذه السلاله الملكيه كما كنقول لكم اخوتي يعني تبارك الله خيرات كبيره ها انتم شوف تبارك الله شوفوا تبارك الله شوف تبارك الله اللهم بارك اللهم بارك وزيد في ذلك ونخليو هادشي تبارك الله يعني يرتاح اللهم بارك تبارك الله يعني الكليان كما قلت لكم اخوتي كيجيو يعني من جميع بقاع المغرب وكي جيت انا لقيت الكليان كاينين والله يدير الخير وفرصه سعيده ان شاء الله والى قادم اللقاء ان شاء الله تحياتي لكم.